ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا قبل الفاصل، معانا النهارده ومنورنا في الاستوديو الدكتوره رحاب هاني، مدرس بكليه الاعلام والناقده الفنيه، عشان تكلمنا عن اهميه مشاركه الدراما للرياضه وايه اسباب غيابها. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منورانا جدا. ميرسي، انا مبسوطه اني معاكم. ثانك يو. عايزه اسالك بس اول سؤال، فين الرياضه في الدراما، وليه احنا كمسلسلات وافلام مش مهتمين خالص بقصه الرياضه؟ يعني هو في الحقيقه ده سؤال مهم، انه لانه في النهايه يمكن الرياضه فيها تفاصيل كتير، او هتحتاج انتاجيا يمكن تفاصيل كتيره جدا لوجستيه عشان يتم انتاجها. يمكن هي هو موضوع مش ساري، بس انا اظن يعني انه طالما في معالجه، وده يمكن شفناه في كتير من الامثله يمكن اللي انتم ذكرتوها بالفعل يمكن في المقدمه، طالما في معالجه دراميه وقصه لطيفه جدا هي القالب اللي جواها بقى بنحط كاركتر او شخصيه رياضيه ما، بغض النظر عن كره القدم في رياضات تانية كتير جدا نقدر ان احنا نتكلم عنها ونناقشها، الموضوع هيبقى لطيف والناس هتتفرج عليه. صح. ومش هيبقى المبرر بتاع انه الرياضه دي اصلها مثلا اصل الستات بيتفرجوا على الافلام اكتر، فمش مش هينفع ان احنا نعمل لهم افلام عن الرياضه، او الرجاله مش عارف بيعملوا ايه، فمش لازم يعني مش هينفع ان احنا ساعتها نحددها بجندر او بجنس، يعني انه ده ما بيتفرجش مشاهد بالظبط في النهايه. فعلشان كده مثلا انا ما بعملش ده، بعمل مواضيع اكثر اجتماعيه يمكن نقول. بس حتى الافلام اللي اتعملت قبل كده عن الرياضة، اللي هي الأفلام القديمة برضو كان فيها حتة، يعني أنت حتى ما بتعمل فيلم عن الرياضة مش بتاخد قضية مثلا زي التعصب لما كنا بنتكلم أن أنت تنبذها، لا بالعكس، ده أنت بتطلع اللي بيشجع كورة أهلي وزمالك وتعصب، وده بيتخانق مع ده، فبتشوفي ليه ده موجود؟ هل عشان المشاهد مش حابب غير كده، ولا إحنا اللي بنخلي المشاهد يحب إيه وما يحبش إيه؟ بصي، ده السؤال الازلي بتاع انه هل الدراما هي اللي بتؤثر، ولا الدراما بتاخد من الحياه والواقع والمجتمع وبتنقله. لكن في النهايه تظل الظاهره نفسها بتاعه التعصب او الجزء الخاص بالتعصب هي ظاهره يعني معقده، ومعالجتها في الافلام بالشكل اللي تمت بيه يعني هي الاكثر اثاره خلينا نقول، فبالتالي كانت الأكثر ظهورا والناس بتبديها أكتر لما بتيجي تتناقش عنها. لكن كان في قصص، يعني في مواضيع كتير، يعني مثلا رجل فقد عقله، غريب في بيتي احنا ذكرناه، كابتن مصر، وعلى فكرة في فيلم اسمه كابتن مصر ده معمول في الخمسينات كان لإسماعيل ياسين غير كابتن مصر بتاع محمد إمام، وكان بيناقش برضو فكرة كرة القدم والرياضة والكلام ده كله. كان عندنا مثلا الزمهلوين، يمكن هو الأقرب كان لمناقشة فكرة التعصب بشكل مباشر جدا. يعني قد نختلف أو نتفق حول المعالجة الدرامية اللي تقدم بيه جودتها يعني، بس في النهاية كان في محاولات، يمكن لأن المحاولات دي ما كانتش على الليفل اللي احنا نحبه، أو اللي ينقل الموضوع بشكل حقيقي وبشكل مؤثر لما يتقدم. لكن في النهاية كان في محاولات يعني دايما كمان. وقتها خلينا نقول ان وقتها الافلام دي كانت عظيمه، يعني كان ده بالنسبه لليفل الناس وثقافه الناس وكذا كان عظيم. احنا بنتكلم انه دلوقتي ما بقاش فيه فعلا لا ده ولا غيره. هو ما بقاش فيه عن كره القدم بس. انا عايزه اقول مثلا، يعني انا من الحاجات اللي كانت عجباني جدا في الدراما مؤخرا، كانت في احدى يعني في احدى المعالجات لإلا انا، كان في تقلها ذهب، وده اللي ناقش القصص بتاع بطلاتنا الثلاثه فريال اشرف وهدايا ملاك وسمر حمزه، الثلاثه معالجه دراميه. وانا هنا بقى بتكلم على خرجت من فكرة التعصب ليه معالجة الرياضة عامة أو الأبطال الرياضيين، وإزاي إن إحنا ممكن إن إحنا نقدر ننقل صورة إيجابية، أو ننقل على الأقل يعني كده نظرة للرحلة اللي بيمر بيها بطل رياضي من عقبات يعني أو من مشاكل أو من خطوات لحد لما يحقق الحلم دوت. فكنت سعيدة بإنه
في حد شاف كمان انه طبعا يعني اكيد هبقى متحيزه مرأة وقدرت انها تتحقق في لعبة سواء كانت فردية او جماعية او غيره، وان هو يعالج دوت دراميا ويظهره في مسلسل، يعني اعتقد ان هو نال نسبة من المشاهدة. هو فعلا حقق مشاهدة حلوة. يعني برضو يمكن انا تذكرت هو فيلم مش مصري بس كان حاجة لويل سميث افتكر، كان كونكشن بالظبط كده، كان بناته بيلعبوا لا ده كونكشن ده عن الكورة، التاني ده بتاع سيرينا ويليامز طبعا اللي هو الفيلم كله هو الأسكار. واخد البارت التاني اللي هو بتاع الأب والعيلة اللي بتدعم ولادها علشان يعدوا. كان اسمه ذا كينج أو حاجة مش فاكرة كان اسمه، كان فيلم طويل جدا. هو كان عن قصة حياة سيرينا ويليامز طبعا وأختها اللي هم ذا جوتس زي ما بيقولوا، يعني طويل جدا. بس تطلعي من هنا بالعلاقة المشاعرية والحياة اللي ما بين الـ الأب وبناته، في ان هو يدعمهم في ضعفهم بالظبط في الضعف فكره الايمان والدعم بالزبط. والاهم من دوت انه البطلات اللي احنا بنشوفهم في ويمبلدن اللي هم دلوقتي بيتسموا الجوتس جريتست ايفر ليفد بلايرز، يعني في اللعبه اللي هم بيلعبوها، دول ما اتولدوش كده، دول عانوا وما كانش في فرصه، ويمكن ثقه وايمان والدهم بيهم هو اللي خلتهم يوصلوا ان هم بيلعبوا في اكبر ملاعب وبياخدوا كل البطولات ديت. فالرحله دي انه البني ادم يشوفها احيانا كتير كمان بتبقى مشجعه للاهل، وبتخليهم يعرفوا انه ازاي كمان لما انت هتستثمر في ابنك او في بنتك في يوم من الايام ممكن جدا يوصلوا للبطولات دي ويحققوا النجاحات دي كلها. خليني اقول لك كمان، انا لو قعدت اقول للناس محمد صلاح فخر العرب وده كان جاي من قريه كذا وعمل، انا بقول لهم ده قصه، وان انا ادخل اتفرج على فيلم طبعاً. وفي اخر الفيلم يجي لي شويه مشاهد حقيقيه دوكيومنتري، ده قصه تانية. فالدراما فعلا والسينما تاثيرها غير عادي. يعني الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه ده جود اكزامبل، تحفه يا اميره، انه فعلا الفيلم ده كان فيه اطفال معايا في السينما خرجوا عايزين يلعبوا يعني فاهمه انه يروحوا التمرين ويعملوا هكذا. وهو ده يعني هو في الاخر احنا بنحب السينما، في الاخر السينما هدفها او الدراما يعني عموما هدفها الامتاع. يعني في الاول انت مش هتعمل فيلم يبقى دمه تقيل، يعني انت بتخش عشان تستمتع، سواء كان بقى الاستمتاع ده في جونرا دراما، في رعب، في شوف انت بتحب ايه بقى واستمتع بيه، بس المهم لازم تستمتع. بالظبط. بس في الاخر في جزء ليفل تاني من السينما، وهو لما تحدث السينما او الدراما تأثير ايجابي في المجتمع، او تعرض قضية ما او تناقش فكرة معينة احنا محتاجين ان احنا نتكلم عنها. ده جزء انا ما بحبش الكلام الكليشيه بتاع السينما رسالة وانا والفن رسالة والكلام ده كله. الفن رسالته هو المتعة جزء مهم طبعاً منه طبعا، صح ولكن صح كمان بيبقى بونس واد فاليو، قيمة مضافة لما طبعاً. بيبقى ان بتقدم انت كمان رسالة حقيقية فيها تأثير للمجتمع. وفي افلام كتيرة جدا كان لها تأثير ايجابي جدا جدا في المجتمع، يعني احنا مفيش اكتر من النماذج اللي ممكن نتكلم عنها، من اول يعني مش عايزة تخوني ذاكرة بس مثلا اريد حلا، يعني كان طبعاً. واحد من اهم الافلام اللي عملتها فاتن حمامة، والقصة نفسها بتاعت طبعا الكاتبة حسن شاه، وازاي اتعمل لها معالجة مع سعد الدين وهبة وسعيد مرزوق، كل الكلام ده كله، وازاي انها اثرت في قانون الاحوال الشخصية في وقت كان صعب الحديث عن مشكلة زي دي. نرجع نجري الشريط لقدام شوية، ليه لأ، مع من يعني مع طبعا كفالة الأطفال، وإزاي إنه كان في مسلسل قدر إنه من خلال حلقات ومن خلال قصة درامية إنسانية جدا يؤثر في المجتمع، فيبدأ إنه يغير صورة أو يبعت رسالة أو يخلي الناس تفكر بشكل مختلف. فتلاقي إنه كفالة الأطفال وفقا لوزارة التضامن العدد زاد جدا، لأنه الناس بدأت تشوف الموضوع بشكل وعي مختلف. ما هو احنا دلوقتي في وعي الحمد لله، وبقى في ثقافه، وفي بنشوف برضو افلام، فبرضو نسبه ان انت يعجبك الفيلم ما بقاش اي فيلم يعجبك، لان بالزبط. انت بقيتي شايفه الاحسن. فاحنا مفروض فعلا ان احنا نركز جدا في الحاجات. يمكن الافلام اللي اتكلمنا عليها كلها دكتور كلها برضو جايه من حته الكوميديا، صحيح. كلها كوميديا رياضيه، بتناول الرياضه والماتشات وكده، بس بكوميديا بس، يعني ما كانش فيه برضو حاجه فيهم واخده قضيه برضو، ما كانتش هي المين بالظبط، كان الكوميديا. طب يعني الدراما بتاثر قوي، طب يعني نعمل ايه احنا خطوات علشان نخلي الدراما فعلا تبقى مؤثره، يعني مؤثره في الرياضه؟
اعتقد انه يبقى في معالجات اكتر من كده للموضوعات متعلقه بالرياضه عامه وبابطالنا الرياضيين. وهو الجميل انه احنا عندنا نماذج كتير جدا نقدر نستلهم من قصصهم، قصص في الحقيقه مليئه بالدراما. فلو يعني قدرنا ان احنا يعني احنا مشاركاته في الدراما زمان طبعا يعني المايسترو يعني ده الروح يعني العظيم. انت مع ولا ضد ان لعيبه الكوادر لا حسب هيعرف يمثل يعني صالح سليم يشارك ده كده كده يعني ما ينفعش يعني ويعني ناس كتير يمكن بتحب طبعا الكابتن صالح سليم المايسترو يعني وانا اهلاويه جدا فبالنسبه لي يعني الى جانب طبعا حبي لصالح سليم. انت عندك اودينس مختلفين ما بتخافيش تطلعي تقولي انك اهلاويه؟ لا ليه اخاف ليه؟ يعني انت كنت خفتي يا استاذ؟ لا انا عن انا بقول جدا على فكره. وبعدين انا مش يعني لو حد قال لي اصل في الاخر زي بالظبط حد بيحب كريستيانو وحد بيحب ميسي يعني في الاخر ايه المشكله انا اهلاويه ومن وانا يعني صغيره جدا بقول ان انا اهلتي كلها اهلاويين وابويا لما جيت اقدم لوالدتي الله يرحمها هو زملكاوي بس قال انه اهلاوي عشان يقبله فيعني احنا اوريدي في بس رجوعا لصالح سليم يمكن ناس كتير بتحب الشموع السوداء بس مثلا انا بحب الباب المفتوح. هو كان عنده قدر من القبول والهدوء والكاريزما لا يعني دي حاجات بقى القبول ده بتاع ربنا فما لا اشياء لا تشترى اشياء لا تشترى. فمثلا طبعا كابتن شريف اكرامي هو لطيف ودمه خفيف في القالب اللي اتحط فيه او يعني في الادوار اللي ظهر فيها يعني في رجل فقد عقله هو لطيف بالشكل ده. فانت بتتكلم على الكاركتر ده فلما بنقول ده يعني حتى مثلا ظهور كابتن الله يرحمه عادل هيكل في اشاعه حب هو على قد الظهور ده. فانا بتكلم انه لما يكون كمان اللعيب او الرياضي نفسه واعي لقدرته او لمساحه قدراته فبالتالي يبقى فاهم كويس قوي انه لما هيتوظف في المكان دوت هو ده المكان الصح ده تمام. لكن هنخش على ان احنا جامدين قوي قوي يعني نعمل حاجات بالظبط. انت لو قدامك مثلا دلوقتي هنتكلم عن الرياضات الاخرى لانه انا بشوف ان هي ما طبعا احنا دلوقتي وصلنا لمرحله هائله من الوعي للرياضات الاخرى واهتمامات الناس والسوشيال ميديا ليها دور كبير جدا انه لعيبه الاسكواش والتنس وهكذا يبقوا معروفين. لو انا عايز اخد مثال من الرياضات الاخرى ناجح واعمل فيلم عنه او عامل درامي ايه الطريقه اللي اعمل بيها ده يكون فيلم دراميا تقيل؟ مش لازم نطلع نهزر والهزار مهم والضحك مهم وزي ما انت قلتي ده رساله مهمه بس برضو الدراما والتقل معين باين قد ايه الرحله كانت مش سهلة وكبر الرياضيين في الرياضات الأخرى. إيه العوامل اللي ممكن صناع العمل يعملوها علشان يوصلوا لده من قصة رياضي في الرياضات الأخرى؟ لا هو في الآخر زي ما أنا كنت بقولك يعني أنا مش عايز أرجع لكرة القدم بس علشان ده مثلا مثال ومثال جميل يعني إحنا كلنا بنفخر بيه. محمد صلاح مثلا هو نموذج يظل في قصته ملهم جدا طبعا. والقصص الثلاثة اللي أنا حكيتها سواء كانت أو يعني اللي أنا كلمت عنهم فيما يتعلق بالرياضات الأخرى سواء كانت في ريال أو سمر أو هداية كل شخصية من دول إحنا عرفناهم أبطال لكن في الحقيقة علشان توصل لقمة الجبل دوت أو توصل للقمة دي أنت كان في مرار قبليه يعني أنت عانيت وتعبت وناس كتير قوي قالت لك أنه مش هينفع ومش هتقدر. فاللي أنا بقوله ده هو قمة الدراما ما هي دي العقدة والمشكلة والحل. فإزاي أنت بتحاول أنك تتجاوزهم وإزاي عندك الفيلن في حياتك وأنا متأكدة أن كل الشخصيات دي أكيد في حياتها فيلنز مش بالمعنى ده بس بمعنى السلبية في الرأي أو كده بس مع ذلك هم قدروا أن هم يتجاوزوا كل دوت وفي النهاية يوصلوا أو يحققوا الحلم اللي هم بيحلموا بيه وفي الآخر يتحققوا ويبقوا النهاردة حدوتة إحنا بنتكلم عنها. ففي النهاية يعني هي الفكرة كلها أنه يبقى في كاتب ومتحمس أنه ياخد قصة من القصص ديت ويعالجها ويقدمها في دراما جيدة تصلح أنها في النهاية تبقى ممتعة أولا ثم تبقى بترسل كده فكرة ومعنى ومبدأ لإيجابي لرحلة الرياضي عامة أيا كان بقى هو يعني رياضات بقى زي كرة القدم الرياضة الشعبية ولا رياضات فردية أخرى يعني. صح مظبوط. شفتي آخر حاجة يا دكتور تكلمينا عنها آخر أفلام اتفرجتي عليها إيه؟
اخر افلام اتفرجت ده سؤال مباغت ده سؤال مباغت عشان انا امبارح كنت اتفرج على الشموع السوداء ايه ده الشموع السوداء فجاه كده معلش بيجي لي ساعات كلنا وانا قاعده على فكره انا كمان انا اجيب حاجه ابيض واسود وابقى عايز اتفرج عليها في افلام كتيره جدا جدا بس هي فيلم مش رياضي بس في فيلم يعني يمكن ناس كتير ممكن ما تبقاش شافته قوي اسمه ذا مينيو هو كان في السينما رالف فاينز وهو فيلم كده قصته غريبه جدا يعني عن مطعم في جزيره وشيف شهير بيستضيف مجموعه من الناس وفي الاخر بيقدم لهم كل كورس بشرح يعني هو مكان مقفول وكل كورس بيتقدم بشرح وفي الاخر بيقتلهم كلهم انا اسفه اني حرقت ليه طيب ليه انت لسه هقول لك لا انا هتفرج عليه معلش بصي وانت هتقريه من اوله بس هي المتعه في الرحله مش في النهايه المتعه في الرحله مش في النهايه خالص عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي بما ان احنا دلوقتي في قناه الاهلي كلنا اهلاويه احكي لي موقف في واحد من ماتشات الاهلي رحتي كنت بتحضري في الاستاد للاسف الشديد لا ولا مره للاسف الشديد بكررها للاسف وعد الماتش الجاي رحب هاني معايا في الاستاد ارجوك ماتش معين كنت بتتفرجي عليه مثلا فاكراه كويس قوي انا فاكراه كويس جدا بما اننا بنتكلم على التعصب بس التعصب انطلاقا من العصبيه مش التعصب في حاجه بس اكشلي قبل ما احكي لك ده انا هقول لك ان انا جدتي الله يرحمها وهي شخص مهم جدا في حياتي يعني هي كانت أهلوية جدا جدا يعني أهلوية للنهاية فكانت لما الأهلي بيكسب بتعمل الآتي هي ساكنة في الدور الرابع فكانت أولا بتجيب كيلو شوكولاتة الله تمام وبتخش البلكونة وبتبدأ إنها تحدف الشوكولاتة دي في الشارع على الناس وبتجيب بيبسي انا اسفه لو ده يعني انا متاسفه جدا بس انا قصدي حاجه ساقعه يعني المهم بغض النظر عن اللي حصل دلوقتي ده وبتقعد تدلقها على اساس انه يعني الناس هي شديده السعاده والفرحه والتشجيع للاهلي بشكل غير طبيعي فانا كبرت شايفه ده فبقى بالنسبه لي الاهلي ده حاجه يعني ولا في غيره مفرحني حرفيا معروف كده كده فافتكر يمكن في ماتش من الماتشات ان انا كنت بتفرج واتعصبت فخبطت ايدي في الحيطه فايدي كسرت لا ورمت مش للدرجات دي الحمد لله يا رب بس يعني اللي هو الواحد بيبقى انفستد جدا لان هو بيشجع من قلبه بس في نفس الوقت على فكره يعني انا عندي القدر من التصالح مع انه انا بشجع الاهلي وفعلا انا مؤمنه انه في الاخر اللعبه هي مكسب وخساره انا يعني نفسي الاهلي يكسب طول الوقت بس ده مستحيل لانها وخسارته عمرها ما تخليني ما اشجعوش هفضل اشجعه يمكن انتقد يمكن ازعل يمكن اتضايق شويه بس هفضل اشجع الاهلي يعني ده صح يعني صح بحب الكلام معاكي ما بيخلصش الكلام عن الاهلي برضه ما بيخلصش للاسف فقرتنا خلصت نورتينا ميرسي انا كنت مبسوطه اني معاكي احنا كمان جدا نورتينا بنشكرك شكرا جزيلا خلصت فقرتنا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم